إدارة المحتوى وصناعة التأثير، ورشة تدريبية نظمها قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، شارك فيها العاملون في أقسام الهيئة والمشرفون على منصاتها المختلفة، ضمن سلسلة الفعاليات والبرامج التطويرية التي يسعى القسم إلى تطبيقها بهدف التقدم في مسار الجودة والتطوير المؤسسي. الورشة التي اشتملت عددا من المحاور والموضوعات أقيمت على مدى 4 أيام، تضمنت العديد من الساعات العملية، وقدم فيها المدرب والإعلامي الأردني نديم الحسن مدير مركز آدم للتدريب شروحات تفصيلية تهدف إلى إحاطة المتدربين بكل ما هو متعلق بإدارة المحتوى وإتقان فن التأثير فيه على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن معرفة الطرق المثلى لترويج الأفكار والمعلومات إلى الجمهور. المتدربون الذين شاركوا في الورشة تلقوا مهارات وطرقا متجددة في احتراف عمليات إعداد ونشر وإدارة المحتوى الإعلامي، ومعلومات موسعة تتعلق بأنماط وطبيعة مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، في تقييم المحتوى المكتوب والمرئي والمسموع، ومدايات تأثيره على المتلقين. وتضمنت ساعات التدريب تطبيقات عملية في الإعداد والتصميم، والتنقل بين مراحل تطور مهارات التأثير، علاوة على التعرف على المشكلات التي يعانيها ميدان المحتوى في العالم العربي والتحديات التي تواجه الإعلام الهادف. واهتمت الورشة بالكشف عن الطرق المناسبة لتوليد الأفكار وتوظيفها ضمن الرسالة الإعلامية التي يسعى قسم الإعلام في الهيئة إلى تقديمها في إطار متقن من الجودة والإبداع، وذلك بالإحاطة بأكبر قدر ممكن من المعلومات في مجال الإعلام وتحليل البيانات المتعلقة بالمحتوى وإتقان استعمال وتوظيف الوسائل المتاحة لتحقيق الغايات والمقاصد. وتعد هذه الورشة واحدة من النشاطات الفصلية لأقسام هيئة علماء المسلمين التي يستعد فيها القسم الإداري وقسم الثقافة والقسم السياسي وقسم حقوق الإنسان لإطلاق حزمة جديدة من الفعاليات والأنشطة في مختلف المجالات في غضون الأسابيع المقبلة. لأن المحتوى نفسه من أين حد تأتي في البيانات وتبدأ في مرحلة